ترأس صباح اليوم بمقر الصندوق الوطني لدعم الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة يوسف أبا صلاح مناسبة تنصيب الأعضاء الجدد للهيئة العامة للشباب والرياضة، والتي تهدف إلى خدمة الشباب وتطوير مهاراتهم في مجال الرياضة. جرت المناسبة بحضور مسؤولي الوزارة وعدد من المدعوين. تقرير مريم عبد الرحيم عرضه. المؤسسات الحكومية الثلاث التي تعرف بالصندوق الوطني لدعم الشباب والصندوق الوطني للرياضة والهيئة الوطنية للرياضة، والتي تم إدماجها لكي تصبح الهيئة العامة لدعم الشباب والرياضة، وذلك بهدف تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية وتحقيق التميز الرياضي على مستوى تشاد. وباقتراح من وزير الشباب والرياضة تم تعيين بعض المسؤولين في مناصب بالهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة، وذلك بمرسوم رئاسي رقم 782 بتاريخ 9 يونيو 2017، حيث عين السيد عمر عبد الله لبين منسقا عاما للهيئة. تخللت هذه المناسبة عدة مداخلات، منها كلمة المنسق العام للهيئة الذي شكر كل الحاضرين وأخص بالشكر السلطات العليا على الثقة التي أوكلت له، وطلب من العاملين في الهيئة بأخذ العمل بكل جدية. نشجع الشباب اللي يعملوا الريادة، ونشجع الشباب اللي عندهم مشروعات عشان لكي هم يلقوا عمل يخدموا. بدوره وزير الشباب والرياضة يوسف أبا صلاح طمأن الشباب العاملين في مجال الرياضة لمساندته لهم، مضيفا بأنه يجب عليهم مواصلة العمل الدؤوب والموحد، لأن الشباب التشادي يرجو الكثير من الهيئة، وذلك لترقية الرياضة للأفضل. تبقى الإشارة إلى أن أعضاء الهيئة العامة لدعم الشباب والرياضة عددهم حوالي 10 عضواً.